السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة اليوم رح نعرفكم على نبتة الصبار، طريقة الإكثار منها والعناية بها. أي معلومات تحتاجوها، أي استفسار، خلوها لي في التعليقات ورح كامل نجاوب عليها. ما تبخلوش عليا بجواب بالاشتراك باش يوصلكم الجديد. على بركة الله. نبتة الصبار هي نبات صحراوي يعيش في المناطق الصحراوية ويحتمل درجة الحرارة وما يحبش السقيب، وفيه ألوان وأشكال كما راكم تلاحظوا. أنا جبت لكم قليل من الأنواع اللي راهم عندي، فيه أشكال صغيرة طويلة كما راكم تشوفوا، فيه حتى أشكال تعطي أزهار مثل هذه تعطي أزهار والزهرة تاعها جميلة جدا، وفيه هذه اللي راح نوريها لكم، هذه يقولوا له الصبار العجوز على شكله، ويعطي أزهار في وقت الربيع في هذه المنطقة جميل جدا. راح نعطيكم طريقة الإكثار منه والسقي تاعه. أنا اليوم راني حابة نكثر من هذا النبتة اللي راكم تلاحظوا فيها مثل هذه، راني حابة ناخد على هذا الشكل وناخد أخرى من هذا النبتة على هذا الشكل، وهذا اللي راكم تشاهدوا فيه أشواك خفيفة ما تضركمش، يعني عبارة عن شعيرات كما راكم تلاحظوا فيها. أنا راني سايس فيها غير بشوية وطعت، راح نوضعها في السيس على هذا الشكل. هذا النبات ما يحبش الماء، إلا وضعتي لها الماء ضيحتيه، ووضعيه مباشرة في أشعة الشمس. أنا راح نعمل له القالب من الديكور على هذا الشكل وراح نتركها، ما راحش نسقيها مدة 10 أيام. نعم نفس الطريقة كما راكم تلاحظوا، هذه اللي حبيتوا تنحوا شعم من واحدة وضيوها في القصيص، أنا راني حابة غير واحدة، نوضعوها على هذا الشكل. ونفس الشيء ما نسقوهاش، الصبار كما قلت لكم ووضحت لكم ما يحبش الماء، يحب أشعة الشمس. بهذا الشكل أنا كثرت من نبتة الصبار تاعي كما راكم تلاحظوا. أي معلومات تحتاجوها، أي استفسار، خلوها لي في التعليقات. مع السلامة.